بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 32 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. قد سبق معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن كبيرتين من كبائر اللسان، أولها الإعانة على خصومة في باطل، وتكلمنا حينئذ عن الأحكام المتعلقة بذلك وأن على المحامين أن يتنبهوا لذلك وأن يبتعدوا عن إعانة المبطلين في خصوماتهم، سوى بعض الاستثناءات التي ذكرناها. وكانت الكبيرة الثانية الكلام في الأمور التي تحصل بغير الخير، إذ بوب المصنف على ذلك بقوله: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. وكانت الكبيرة الخوض في خصومات الناس بغير الخير. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن باب عظيم والكلام فيه خطير، والكبيرة التي تندرج تحته تقع في غالب الأزمنة وفي أكثر الأمكنة كذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الكلام في الفتن. عن ابن عمر مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، اللسان فيها كوقع السيف. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان كبيرة الخوض في اللسان أثناء وقوع الفتن، وسيأتي معنا بيان ذلك بتفصيله. ثم ساق الحديث الأول الذي فيه: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. وهذا الحديث في إسناده زياد بن سليم، وهو مقبول. والحديث سكت عنه ابن داود رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: تستنظف العرب قتلاها في النار، أي تستوعبهم هلاكا، فهذه الفتن تهلك العرب حتى تستوعبهم كلهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. هذا الحديث أيها الإخوة في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. ولكن عبارة من أشرف لها استشرفت له هذه وردت في الصحيحين، ولفظ الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومعنى من استشرف لها استشرفت له، أي من اطلع عليها وقرب منها اطلعت هي عليه واقتربت منه، فمن استشرف للفتنة استشرفت له الفتنة. وأما ما جاء في الحديث من وصفها بصماء بكماء عمياء، هذه الأوصاف ذكرت للفتنة على سبيل وصف أصحابها بها، فلا يسمع فيها الحق ولا ينطق به، ولا يتميز الحق من الباطل عند كثيرين، ولا تسمع النصيحة حينئذ أيضا، بل من تكلم حينها بحق أوذي،
ولذا وصفت الفتنة بأنها صماء بكماء عمياء، فلا يسمع فيها الحق ولا يتكلم فيها بحق ولا يميز فيها بين الحق والباطل. هذه كلها أوصاف أصحابها الواقعين فيها والداخلين فيها. الفتن أيها الإخوة أصلها الابتلاء والاختبار. قال ابن فارس: التاء الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ذلك. فهذا أصل معنى الفتنة، الابتلاء والاختبار، وهي على قسمين: فتن الشهوات وفتن الشبهات. وقد جرت حكمة الله تبارك وتعالى بابتلاء العباد بالفتن. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتن تكون بالخير وتكون بالشر، فالله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن عباس: نبلوكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. أخرجه ابن جرير في تفسيره: بل حتى الناس بعضهم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الحسن البصري: الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني. وهذا الأثر رواه ابن جرير والخطابي في العزلة واللفظ له. وقد سبق معنا إن كنتم تذكرون أيها الإخوة في دروس أشراط الساعة أن ذكرنا أن الفتن وقعت من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وكثرت من ذلك الحين، ولا زالت تقع وتكثر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه بسند حسن: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. بل إنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. والأدلة على كثرة الفتن وانتشارها وبقائها وتضخمها إلى قيام الساعة أدلة كثيرة، إلى أن يخرج أعظم فتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدجال. لكن اعلموا أيها الإخوة أن أحوال الناس في الفتنة مختلفة. أما من جهة الواقعين فيها فحتى الواقعين في الفتنة على أقسام، فينقسم الناس من جهة الوقوع في الفتنة إلى أقسام متعددة. أول تلك الأقسام المبعد عنها، المبعد عن الفتنة. ثم تأتي أقسام الواقعين فيها، وهم أيضا على درجات: القاعد فيها، والقائم فيها، والماشي فيها، والساعي فيها. وكل هؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآن في الذكر: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى غير ذلك من الأثار التي وردت بذلك. وينقسم الناس من جهة العلم بالفتنة إلى قسمين: أناس يعلمون بالفتنة ويميزون فيها بين الحق والباطل، وأناس يجهلون. فإذا أتت هذه الفتنة فيقع فيها كثير ممن يجهل حال تلك الفتنة. لكن مما ينبغي عليك أن تعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي في التعامل مع الفتن، هدي أخبر به وعمل به وحث عليه. فأول ذلك الهدي البعد عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستشرف لها تستشرف له، وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان من كثرة الفتن يوشك أن يكون خير ما للعبد غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن كما في الصحيحين، هروبا من الفتن تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول الهدي، الابتعاد عن الفتن. والهدي الثاني من هديه صلى الله عليه وسلم في الفتن كف اللسان عن الخوض فيها. فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجه في حديث الفتنة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللسان فيها أشد من وقع السيف. وهذه هي الكبيرة التي نتكلم عنها، وهي الخوض في الفتن،
كبيرة من كبائر اللسان وهي الخوض في الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: اللسان فيها أشد من وقع السيف. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصف الذين يخوضون في الفتنة، وصف عذاب الذين يخوضون في الفتنة ويحضون عليها، كما عند أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء مر به على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بالمقاريض، كلما قرضت عادت ألسنتهم وشفاههم فيعود عليهم ذلك العذاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عن هؤلاء بأنهم خطبة الفتنة. فالذي يحض الناس على الولوج في الفتنة أشد خطرا من الذي يقاتل بسيفه. أحيانا يأتي خطيب الفتنة فيحث الآلاف على الولوج في هذه الفتنة فيلج الآلاف فيها، فتسفك الدماء وتنهب الأموال وتنتهك الأعراض، بينما لو هو خرج بنفسه بسيفه يكون خطره أقل، أليس كذلك؟ ولذلك الكلام والخوض في الفتنة حين وقوع الفتنة خطير. ولذلك جاء الهدي الثالث في التعامل مع الفتنة، وهو رد الأمر إلى أهله. ما تتكلم فيها أنت يا فلان وعلان ممن تجهل أمور الشريعة، لا، ما يتكلم فيها إلا أهل العلم الراسخين. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة الذي حثنا عليه أن نرد الأمر إلى أهله. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، خاضوا به وتكلموا فيه ونشروه وأذاعوه. لكن ما هو الهدي؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر أهل العلم والولاية أي الحكم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الفتن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذلك كان هذا هو الهدي الثالث في الفتن: التريث والتؤدة ورد الأمر إلى أهله. ما نتكلم نحن فيها ونخوض، وإنما يتكلم فيها أهل العلم الراسخين. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة عدم حمل السلاح فيها. فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني أنه قال: إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. وكان يوجه الكلام إلى أهبان بن صيفي رضي الله عنه. وحينما وقعت الفتنة اتخذ أهبان سيفا من خشب تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمقصود عدم حمل السلاح في الفتنة، لكن فعل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يا أخواني الفتن كما ذكرت لكم، فتن شهوات وفتن شبهات، قد يكون حمل السلاح فيها بغير السلاح الحقيقي، لا يكون السيف ولا يكون المسدس ولا الرشاش ولا القاذفات ولا الصواريخ، وقد يكون الخوض فيها ليس باللسان الحقيقي، قد يكون السلاح فيها سلاح وسائل التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟ يأتي الإنسان فيبث الفتن بين الناس ويزرع فيهم الخوف وينشر الشائعات عن طريق هذه الوسائل، وهذه أسلحة أخرى الحقيقة، أسلحة فتاكة. وقد يأتي إنسان ويخوض في هذه الفتنة لا بلسانه الحقيقي وإنما بلسانه الحكمي عن طريق هذه الوسائل. إذن الأسلحة تجددت، والكلام أصبح لا يقال باللسان بل يقال أيضا بالكتابة وبالصوت وبنشر الأمور المثيرة للفتنة بإعادة تغريدها مثلا أو بإعادة نشرها أو بالدلالة عليها أو بغير ذلك. إذن هذه الأمور الجديدة يجب أن نطبق عليها ذات الهدي. أولا البعد عنها، نبتعد عن هذه الأمور كلها، نبتعد عنها، لا نستخدمها إلا في خير وما نحتاج إليه. ثانيا كف اللسان عن الخوض فيها، اللسان الحقيقي واللسان الحكمي. ثالثا نرد الأمر إلى أهله، ما ننشر كل شيء، ما نفتي في كل شيء، ما نتكلم في كل شيء، لا، نسكت عن ذلك كله. فيه ولاة أمر معنيين بهذه الأمور، فيه أهل العلم يفتون بهذه الأمور، إذن لا نخوض نحن فيها ولا نحمل السلاح فيها، لا السلاح الحقيقي ولا الأسلحة هذه الجديدة الحديثة الفتاكة التي يسميها أهل العقل أيضا أسلحة. ألا يسمى الإعلام اليوم السلطة الرابعة؟ أليس كذلك؟ إذن الإعلام ووسائل الإعلام الحديثة التي في يد كل واحد منا هذه خطيرة، لا تستخدمها أنت
فيما يعود عليك بالضرر وفيما تتحمل إثمه ووزره. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف أقوام يعذبون قد رآهم أنهم يكذبون الكذب فتبلغ الآفاق، أليس كذلك؟ أنت انظر في الشائعات التي تبث في الأيام القليلة الماضية، تجد شائعة نشرها واحد لكن انتشرت بين الناس بطريقة عجيبة كانتشار النار في الهشيم. ليش؟ وسائل التواصل تنشر بطريقة عجيبة، حتى أن البعض أخبرني، وأنا لا أستخدم الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرني أن بعض الحسابات تنقل عن بعضها تلقائياً إلكترونياً، أليس كذلك؟ يعني ممكن أن تضع تغريدة تنقل عنها آلاف المواقع بلحظة بثواني، هذا أمر خطير. إذن معنى ذلك أن هذه الفتن من أراد أن ينشرها بين الناس وأن يضخمها وأن يبثها وأن يوقدها يستطيع، نسأل الله العافية والسلامة. إذن على الإنسان أن يكون حذراً. واعلموا أيها الإخوة أن مما ينبغي التنبيه عليه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الفتن التوجه إلى العلم والعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو القتل والاختلاط، اختلاط الأمور بعضها ببعض كما قال النووي رحمه الله تعالى. وبالتالي ينبغي على الإنسان حين وقوع الفتن أن يتوجه إلى العبادة والعلم. ومن أكثر الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان الذكر، ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومما ينبغي التنبيه عليه كذلك أن أهل العلم والمصلحين ينبغي عليهم حين وقوع الفتنة أن لا يبتعدوا عن الناس، هذا استثناء لهم. نحن ذكرنا أن الواجب على المؤمن عند وقوع الفتنة أن يبتعد، ينأى عن الفتنة، أليس كذلك؟ لكن أهل العلم والمصلحين ينبغي أن لا يبتعدوا حتى يستفيد الناس من علمهم وحتى يعودوا إلى رشدهم ويبتعدوا عن غيهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصححه الألباني: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وبالتالي كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، نستذكره بشكل سريع: أولا البعد عن الفتنة، ثانيا كف اللسان عن الخوض فيها، وهو الدرس الذي معنا اليوم، الكبيرة التي معنا اليوم، الخوض في الفتنة، ثالثا رد الأمر إلى أهله، رابعا عدم حمل السلاح في الفتنة، خامسا الاعتناء بالعلم والعبادة، وعلى وجه خاص وهو الأمر السادس أن يخالط أهل العلم والمصلحون الناس ليردوهم عن غيهم ويدلوهم على رشدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنبه أيها الإخوة إلى أن هذا الدرس سيكون هو الدرس الأخير قبل شهر رمضان، ونستأنف إن شاء الله بقية دروسنا بعد شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم سلمنا يا رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.